مرحبا بحضراتكم جميعا ونشكركم جميعا على تفضلكم بالحضور. احنا طبعا ان شاء الله في صدد الاعداد للمؤتمر الدولي 30 للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه والذي يعقد تحت عنوان فقه بناء الدوله رؤيه فقهيه عصريه. انا هبدا الاول بالمعلومات اللي دايما يتم السؤال عنها ثم نعود إلى فلسفة المؤتمر بصفة خاصة ومؤتمرات الأوقاف بصفة عامة وماذا أنتجت هذه المؤتمرات. يعني الحقيقة هنوزع على حضراتكم عقد اللقاء بيان تفصيلي كامل عشان بعض السادة حتى يستطيع السادة الإعلاميون أو الصحفيون الذين يريدون أن يأخذوا بعض التفاصيل تكون مسجلة. فإحنا عملنا أوراق وطبعناها فيها عدد الدول التي أكدت وتم الحجز بالفعل ومواعيد الوصول لممثليها، وده ليس رقما نهائيا لأن كثير من الدول يتم التنسيق معها في الأسبوع الأخير. فعدد الدول التي تم بالفعل مواعيد الوصول والتي نبدأ في استقبالها من يوم الخميس 45 دولة إلى الآن، لكن اللي أكد حضور أكثر من 50 دولة، لكن بعضهم بنتم ترتيب إجراءات الحجز اللي بعتش صورة الجواز، إجراءات لوجستية في بعض الدول. نحو أكثر من 50 دولة أكدت إلى الآن حضور ممثليها، اللي بالفعل حضروا 45 دولة. والحمد لله احنا طبعا كنا في تركيز كبير على الدول الأفريقية باعتبار ان احنا محتاجين نتواصل أكثر، وبخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. عدد الدول اللي أكدت الآن 16 دولة، طبعا منها مصر ممثلة، لكن 16 دولة أفريقية مشاركة، وهناك حوالي 4 دول أو 5 دول قيد الحجز والإجراءات. فربما يزيد عدد الدول، سيزيد عدد الدول اللي أبدت مشاركتها وموافقات أكثر من 20 دولة أفريقية، في منهم 15 دولة بالفعل. والحقيقة التمثيل على الأقل وبخاصة في الدول الأفريقية بنسبة 80-90% على مستوى الشخصية الدينية الأولى في كل دولة. بعض الدول فيها وزارة أوقاف أو وزارة شؤون إسلامية، فالتمثيل بيكون على مستوى الوزراء. أكثر الدول التي ليس بها أغلبية مسلمة أكثرها إما بيكون الشخصية الأولى فيها إما المفتي أو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي بعضها يسند الشأن الديني إلى وزير التعليم أو وزير العدل أو وزير الثقافة أو وزير الداخلية حسب طبيعة كل دولة. فإحنا أكثر الدول الأفريقية أكثرها إما بتكون ممثلة في دار الإفتاء وإما ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي بعض الدول يكون موقع المفتي متقدم على موقع المجلس الأعلى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي بعض الدول يكون الإفتاء تابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وفي الحمد لله لما نضجت التجربة وبدأنا ندقق في هذه الأمور لحساسيتها، ما نضجوا للأول، لأن في مرة أحيانا يبقى عندك أنت فاهم أن المفتي فيه هو على طول إحنا عندنا أعلى، فمرة قدمنا حد من المفتين فلقينا بعد كده أن الرجل رئيسه قاعد اللي هو كان رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمفتي تابع له إداريا. فبدأنا الأمور دي كلها تبقى مدققة، فمعظم الحاضرين من هذه الدول إما المفتي أو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
او نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، احيانا يبقى هو له ظروف او عنده ارتباط فبيكون على مستوى الرجل الاول او الثاني. ده التمثيل تقريبا في معظم الدول الافريقيه ممثله على مستوى الرجل الاول، ونادرا ما يكون على مستوى النائب. من قاره اسيا الى الان في 15 دوله ممثله، ومن اوروبا 11 دوله، وامريكا والبرازيل واستراليا. فعندنا اجمالي الدول اللي تم الحجز لممثليها 45 دوله الى الان، لنحو 100 شخصيه ما بين وزراء ووزراء سابقين ومفتين ورؤساء مجالس اسلاميه او قضائيه او متصله بالشان الديني. هذا الاسبوع طارت فكره في الحقيقه احنا بنضيفها وبنحاول نتواصل الان، ان احنا اضافه الى التمثيل الرسمي ان احنا بندعو عدد من رؤساء الجامعات الكبرى، لان مهم جدا التواصل او الوصول بالفكر الى الجامعات، وده هيتم اضافتهم ان شاء الله في الاسبوع ده. جاي ايضا دعوه عدد من رؤساء الجامعات، ودي اول سنه ان احنا نتوجه هذا التوجه ان يكون اضافه الى الشخصيات الدينيه الرسميه عدد من رؤساء الجامعات، سواء الجامعات الدينيه او الجامعات العلميه. احنا خدنا كشف ايضا مبدئي، وان كان طبعا بعض الساده الاعلاميين اللي كان شاطر وسباق وخد الكشف كله التمانين ونشرهم، فده كويس يعني احنا مش زعلانين ولا حاجه، خدت بالك؟ لكن احنا عملنا كشف فيه تقريبا نعم 12 سنه او اسماعيل كشف عن بالليل، الكشف محدش شافه وبنجهزه، فاسماعيل خده من مين؟ لسه بقى هنتحاسب مع اللي خده منه. فلقيته بالليل نشر 90 يا اسماعيل اهدى للصبح ونشرهم صح، خلي بالك، وبترتيب الكشف بترتيب الحجز وبترتيب الكشف. فعندنا بقى الجماعه بتوع الاعلام عندنا شكلهم كده اسماعيل يعني مخترقين، بس خد بالك اهو اسماعيل مش مني والله، اهو انا كنت حريص ما تطلعش قبل النهارده، بس خدوا بالكم عشان تكون، انا لم امنع ان المعلومات تطلع، يعني لو مانع ما كانتش هتطلع، والا كان اللي طلعها طلع معاها طلع معاها. فاحنا عملنا ايضا كشف بابرز 50 من اهم الضيوف اللي هم اكدوا الحضور، فاحنا عملنا كشف بعدد 50 من الضيوف، معظمهم من الوزراء والمفتين، واللي هو زي ما قلنا كده معظمهم من الشخصيات الاكثر تاثيرا، ربما مش في بلده فقط وانما في محيطه الجغرافي. وبرضه عشان لو يبقى تحت نظر حضراتكم، خدنا السيره الذاتيه لعدد 10 منهم، ليس طبعا العشر الافضل او يعني لم يتم الاختيار على اساس الافضليه عشان برضه ما يكونش انتقاء، وانما دول اللي توفر سيره ذاتيه مدققه استطعنا تدقيقها. لكن ان شاء الله السنه دي باذن الله هيكون المركز الاعلامي في المجلس والوزاره حريص على اخذ سيره ذاتيه كامله لكل اعضاء المؤتمر وكل الضيوف، لكن العشره دول اللي احنا لقينا او هم بعتوا لنا سيره ذاتيه مدققه، فدول بحيث ان احنا برضه لو حد من حضراتكم عايز يعرف بعض الضيوف، ففي 10 من الضيوف ما بين وزراء ومفتين ورؤساء مجالس ومنظمات، اخترنا 10 من الضيوف يعني لهم ثقل اللي توفر ليهم سيره ذاتيه مدققه. الابحاث التي ذهبت الى المطبعه الان، يعني ما زلنا
في بعض الأبحاث أو البحوث قيد التدقيق والمراجعة، وإحنا كل بحث بنراجعه على الأقل من 3 أساتذة زائد التدقيق اللغوي والطباعي، لكن البحوث التي ذهبت إلى المطبعة إلى الآن اللي خلاص دي في الطباعة عددها 40 بحثا في 40 بحث. وفيهم الحقيقة موضوعات، أنا هقول لكم بعض العناوين يعني قد إيه هي تبقى دقيقة. وبالمناسبة كان فيه وإحنا بنوزع كتابة الأبحاث على مدى حساسية البحث بنبعته لناس أكثر يعني دقة ومتخصص، لأن فيها موضوعات الغلطة فيها ما لا تستدرك بسهولة. فمثلا في بحث للدكتور إبراهيم الهدهد اختيار الحاكم في الإسلام، موضوع شديد الأهمية، احنا كتبنا فيه كتير لكن هو طبعا انقطع لهذه الجزئية. الانتخابات المعاصرة نموذجا، ما انت عارف يا جماعة المتطرفة كلها بتقول ايه، ان الأنظمة والانتخابات هي ده شبهها، فانت لازم ترد على هذه الشبه ردا علميا، فده نموذج اختيار الحاكم لانتخابات المعاصرة نموذجا. طبعا انت ممكن تتكلم كلام كويس لكن كونك تعصله بقى علميا وبالادله وبالباحث متخصص هو ده اللي بتضيفه المؤتمرات. مفهوم الدوله واركانها قديما وحديثا، ده بحث مقدم من نائب مفتي فلسطين. الدوله في مفهومها القديم والمعاصر مفتي الكاميرون. مفهوم الدوله بين الماضي والحاضر دكتور عبد الحليم منصور عميد كلية الشريعة. هنا ده التنوع، آسيا في فلسطين، فلازم تسمع الناس التانية بتفكر ازاي، مفهوم الدولة قديما ازاي، مفهومها حديثا ازاي. في عدد من البحوث لكن دول منهم 3 أبحاث لـ3 عميد كلية الشريعة، مفتي الكاميرون، نائب مفتي فلسطين، ناس بتكتب على مستوى الرؤية والحدث. في موقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة، القوة الناعمة ومكانة الدولة، مصر أنموذجا. في عدد من البحوث القانونية والدستورية، لكن في بحثين مهمين جدا جدا باعتبارهم من أهم، أنا شخصيا من أهم الأبحاث اللي بيتناولها المؤتمر. منهم خطابات القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، البحثين تقريبا بنفس السمات، وواحد منهم للدكتور سلم أبو عاصي، واحد للدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة، مع عدد من البحوث بتدور قريبا من هذا الفلك. ودي مهمة جدا لأن الحقيقة أنا قلت إن فكرة الجماعات المتطرفة قامت على عدة أمور، منها محاولة إظهار العداء أو التناقض بين الدين والوطن، إما أن تكون مع الدين وإما أن تكون مع الوطن، وإحنا أعرضنا على ده في أكثر من لقاء مؤكدين أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، ومش هدخل في النقطة دي لأن الأبحاث تبقى موجودة وفي أكثر من كتاب قضينا فيه على هذا الكلام ككليات الست ومشروعية الدولة الوطنية، وقضينا على ده بالتفصيل. 2 شيطنة الأنظمة، تبدأ أي الجماعات أي نظام يجي، وقلنا حتى لو كان في عهد عمر بن الخطاب شيطنة الأنظمة الحاكمة، أنت أول حاجة الرفض المسبق، أي حد رفض مسبق لأي نظام يجي بنسميه مصطلح كانت تهدف الى شيطنه الانظمه، كانك انت لازم تنفر، واحنا ضدنا عليه بمفهوم الحاكم العادل في الاسلام. وقلنا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان من اجلال الله عز وجل اكرامي ذي الشيبه المسلم
وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، وذي السلطان المقسط. من إجلال الله، من تعظيم الله، إنك إيه؟ إكرام الحاكم العادل. وقلنا الحاكم ليس شرطا أن يكون هو رئيس الدولة فقط. الحكم صحيح ده الحاكم الولاية العامة الأعلى، لكن مستوى الحكم ومستوى الولاية بيختلف ما بين موقع حاكم، موقع وزير، موقع محافظ، موقع رئيس جامعة. كل واحد في حتة ربنا اداه فهو مؤتمن. طب لو انت عندك واحد يقول لك انا عمري ما احبش اتقرب، يعني لو انت حتى انتوا كاعلاميين عندك رئيس مجلس اداره او رئيس تحرير والراجل على اخلاق ومحترم وعادل بين الناس ووطني ومهني، ويجي واحد لا بص انا ما احبش، انا مش منافق، كانك يا عم ده الراجل ده واجبك الديني، واجبك الديني والشرعي والوطني والانساني انك تقف جنبيه وتسنده. انت بقولك عندك رئيس تحرير او رئيس مجلس اداره جاي عايز يصلح، عايز يصلح، وربما يكون المناخ صعب ومحتاج تقف جنبه. انت بقى واجبك تسنده وتقف جنبه عشان تساعده في الاصلاح وتدعي له ان ربنا يوفقه، ولا تقعد تهاجمه وتقول اصلا انا ممكن اتحسب ابقى منافق؟ اي منطق تبنى بيه الدول؟ ما لو انت الراجل الكويس ده والناس كلها قالت لك لا يا سيدي، لا سيدي الله يعينك بقى اصلح لوحدك، وسبته للفئه الاخرى المنتفعه والمستفيده والتي لا تريد الصح، ربنا هيستبدل لك بواحد ظالم. لو انت ما سندتش القيادي العادل هتجازى يجي لك الظالم. ولذلك اقول لك على حاجه، موجود مجموعه الشباب في الفتره الاخيره تحمل العمل الاداري في وزاره الاوقاف هو ضريبة وتكليف وليس تشريفا، وعدد كبير جدا هو لو مش صاحب رسالة مش هيكمل معانا. فيجي يقول لك ايه اعفيني، اقول له بس خد بالك افتكر حاجة اقولها لك، لو اعفناك وجالك واحد بقى زي زمان يشغلها محسوبية وما تزعلش. ما هو انت لو الناس ما زي سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لهم اتولونني الأمانة وتتركونني وحدي، طب ما هو لما الناس الكويسة تقع يقول لك أنا ماليش دعوة بكذا، هيسمح للناس التانية اللي مش كويسة تتولى. فأنت لو فرطت في مساندة من يتولى عمل وهو عادل، ربنا هيجازيك إن ده هينتصر، ممكن الشر ينتصر قائم ولو إلى حين، لكن هيجي لك أنت تعاقب. فلما يكون عندك على أي مستوى حد عادل شرعا ودينا ووطنيا تأسم لو ما سبت، اذا لم تستجب طب الناس تقول عليك منافق. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين يا باب، اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي تحت التراب طراب. المهم ثقتك في الله ثم في نفسك، انت قدام نفسك صادق ولا منافق؟ لو انت حاسس انك منافق من جوه دي قصه، لكن انت صادق لا عليك بما يقال فيك طالما انك صاحب رساله. خد بالك ما هو اهل الشر دي سكتهم، كل ما يلاقي واحد واقف في موقف ده منافق عشان يخزلك عن مسانده الحاكم العادل. فمسانده الحاكم العادل مطلب شرعي وديني ووطني وانساني، لكن هذه الجماعات اشتغلت على خطاب القطيعة مع الأنظمة الحاكمة، وده وسيلتها لإسقاط الدول. فالمحور ده من أهم المحاور اللي هو خطابات القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة. في بقى الباقي بقى أحكام الجوانب الاقتصادية والجوانب الثقافية، فقه الدولة وفقه الجماعات بين البناء والإسقاط، كأس فقه الدول وفقه الجماعات. في ايضا دكتور احمد حسين عميد كليه الدعوه له ايضا بحث بنفس العنوان، عندنا ثلاث بحوث، القطيعه مع الدوله لدى الجماعات المتطرفه الاسباب والعلاج، دور الاعلام الوطني في بناء الدول، مسارات الدوله والامه في ظل التنظيمات الدوليه المعاصره، رؤيه فقهيه. وعندنا
ادي المحاور. المحور الاول مفهوم الدوله واركانها بين الماضي والحاضر، رؤيه عصريه، منه الاحكام الفقهيه للمواطنه بين التاصيل والمعاصره. المحور الثاني عوامل بناء الدول، العوامل السياسيه، العوامل الاقتصاديه، العوامل الثقافيه، العوامل الدستوريه والقانونيه. المحور الثالث فقه الدول وفقه الجماعات، خطابات القطيعه، مصلحه الدوله والامه، نظره القانون الدولي لفقه الدوله وفقه الجماعه. في بعض الابحاث اللي كتبها اساتذه القانون الدولي والقانون الدستوري في هذا المجال. النقطه الاهم الحقيقه دايما كان يبقى في تساؤل حول فائده المؤتمرات وجدوى المؤتمرات. انا دايما كان في اثناء نظرات الاستعجال وانت لسه بتبني في البداية، وكان الأول لدينا موقف التخلية قبل التحلية، وكان هدفنا الحفاظ على المساجد من الإختراق والفكر المتطرف أو المتشدد بوسائل متعددة. وزي ما كنا بنتكلم في مشروع صكوك الأضاحي في الداخل ومحاولة التطوير، احنا بنجتهد في كل يوم في إضافة جديدة للتطوير. لما لقينا ان المسجد لما ضيقنا على الجماعات المتشددة في المساجد لجأ بعضها الى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في محاولة مبكرة لتجنيد النشر، اجتهدنا ان نسد هذه الثغرة واشتغلنا على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمدارس القرآنية التي وصلت 1040 مدرسة قرآنية تعمل بالمجان، بما يزيد على 2000 محفظ، نحو 5000 محفظ ما بين المدارس والكتاتيب. والسنه دي ان شاء الله خطتنا ان نوصل 1200، وكل سنه بنضيف 200 مدرسه بمعدل 50 مدرسه كل 3 شهور. ايضا لما كانت بعض الجمعيات لديها معاهد اعداد الدعاء، احنا بالتنسيق مع الوزارات المعنيه ووزاره التضامن لم نعترف بهذا، واي معهد بيجينا بنجتهد غير التابع للاوقاف او الازهر الشريف بنخلقه. تم التنسيق مع فضيله الامام الاكبر في حين ان احنا خدنا المناهج بالتنسيق مع فضيله الامام الاكبر، ولكن تم اتفاق ان تتولى وزاره الاوقاف الاشراف على هذه المراكز. كانت 5 مراكز في اول سنه، ثاني سنه 10، السنه دي وصلنا 32 مركز للثقافه الاسلاميه. اخر 4 مراكز يتم افتتاحهم هذا العام في جنوب سيناء والغردقه ومدينتي وميدان الجيزه في الاستقامه، ليصل الى 32 مركز للثقافه الاسلاميه. لما جينا نفتح المدارس وصلنا 5000 محفظ، اصبح عندنا مشكله مجتمعيه. ايه المشكله؟ ندره عدد المحفظين المحترفين المتخصصين المنقطعين. يعني عايز اقول لك كده، انت خدنا الزبد اللي جاهز، لانك انت المحفظ المحترف اللي هو خلي بالك بيمر باختبارات قويه عشان يبقى محفظ ازاي اذا كان مؤهل. لقينا مع الوقت بيبقى عندنا صعوبه، احنا عايزين نفتح، بالمناسبه احنا جاهزين نفتح 500 مدرسه، لكن هي القضيه كانت عندنا ان 500 مدرسه دول محتاجين 1000 محفظ، نعمل اعلان ممكن ينجح 50 او 100. فأصبح لديك قضية مع الوقت إن أنت تجيب محفظين محترفين ومتميزين ومؤهلين. فعملنا العام الماضي، بدأنا عملنا مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم لمدة 2 سنين، إن أنت تخرج محفظ معتمد من الأوقاف. العام الماضي تقدم نحو 3000، داخلين سنة تانية السنة دي، السنة دي تقدم نحو 4000، ففتحنا 70 مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم، بحيث يبقى أنت عندك العملية بتتوسع. بدأنا أيضا عشان ننشط الشباب نفتتح المدارس العلمية. ده كله كان لما لقينا إن بعض الجماعات بتستغل عدم وجود علماء أو دعاة أو واعظات في مصليات السيدات، بدأنا بقوة ندفع بقضية الواعظات. كل ده
كان في سد الثغرات على هذه الجماعات. هذه كانت كل ده في اعداد المرحله الاولى، لكن الاهم البناء الفكري. الحمد لله انا بقول ان اصبح لدينا مجموعه كبيره من قيادات الاوقاف ومن الائمه المتميزين، اصبح نطمئن الى مستوى نضجهم الفكري، وبعضهم آمن بهذا التوجه إيمانا قويا وهضمه هضما كبيرا. الحقيقة عندنا بعض الشباب احنا مرشحينهم لبعض، بدأنا نتلقى طلبات دولية كثيرة، هناك اثنان سفيران للولايات المتحدة الأمريكية من خريجي كلية اللغات والترجمة من الأئمة الذين يجيدون اللغة الإنجليزية وهم متخصصون أيضا. في أحد الشباب طلب منا نرشح إمام لمسجد ليوني الكبير في فرنسا، فاخترنا أحد الشباب. إحنا عندنا مركزين تعرفين، مركز الثقافة الإسلامية لغات في شرم الشيخ ومركز الثقافة الإسلامية لغات في بغداد، دول هم مجال الإعداد اللي إحنا بنعد فيه أئمة اللغات ونهيئهم مستقبلا. فلما جه جبنا قابلناهم، فالحقيقة فيهم شاب هو يجيد الفرنسية جيدا، وفضل الله يحفظ القرآن يمكن أن يقرأ القرآن كاملا في القلة. لكن لما جينا نختبره لقينا كتب الأوقاف والمبالغ اللي جت سواء في المؤتمرات أو كله تقريبا مش فاهم، من شدة فهم أكاد تكون حفظها ويسمعها. فبدأت هذه الروح تسعي سواء في الخطب سواء في الكتب، لكن نقدر نقول باطمئنان لينا أصبح لدينا نظرية فكرية تضع التوازن بين كل الأمور والمحاور، وتعيد قراءة التراث والتعامل معه برؤية عصرية ما بين جزء أصبح مكتوبا. نحن الآن في أكاديمية الأوقاف تقريبا 80% مما يدرس 80% هو مما أنتج في وزارة الأوقاف، لأن يبقى الكتاب منقح وإحنا اشتغلنا على كل المجالات. القواعد الفقه الكلية كتبنا تقريبا هي متشكل عصب ما يدرسه ما يدرس في أكاديمية الأوقاف. مجالات التدريب من العام المقبل غيرنا لائحة التدريب وهتشمل كل كتبنا الجديدة. المراكز الثقافية أيضا هذه الكتب، وبدأ حتى لما عملنا مسابقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتب أحد الأئمة دكتور أسامة فخري كتاب السيرة النبوية رؤية جديدة، وهي جديدة بالفعل. طبعنا له الكتاب وكفيناه مكافأة جيدة تشجيعا له، لكن كان لديه رؤية واضحة تؤكد إن إحنا بدأ النمط يتغير. فإحنا قدرنا على جزء من مشروعنا الفكري نحوله إلى كتب، وده مهم جدا لأن في ناس محتاجة المادة والكتاب يبقى تحت إيده، وده أدعى للاستمرارية. لكن يعني إحنا اشتغلنا على محورين، محور التأليف والإنتاج والكتب، المحور الثاني ترسيخ المنهج الفكري. يعني إحنا مثلا زي ما جينا نتكلم في موضوع اللي كنا بنخرج في آية مثلا في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، على كل شيء انك على كل شيء قدير. كثير من الناس كان يفهم الآية الملك دي مش انا، الملك دي رئيس الدولة بس، لا هو كان قال تؤتي الحكم، انما قال تؤتي الملك. الملك ده ممكن يبقى جاه زي ما قلت لك وزير محافظه رئيس جامعه رئيس قسم، كنت ده جزء من الملك. انت على حته، من ولي امر 10 من الناس فما فوق ذلك، جاء يوم القيامه ويده مخلوله الى عنق فكه بره او بقه اسمه. كل واحد في حته، رئيس التحرير ملك، ما هو ده خلي بالك رئيس التحرير ده اللي واحد فيكم رئيس تحرير وشالوه هيزعل ولا مش هيتاثر؟
ايه يعني؟ غالبا احنا بشر ولسنا ملائكه. طيب انت ربنا اداك الحته اللي انت فيها دي حافظ عليها، فتؤتي الملك مش تؤتي الحكم واسعه، والملك ده ممكن يبقى مال ايضا زي قارون، ان قارون كان من قوم موسى. فانت كل اللي في نعمه هو جزء من أن... فالملك مساله نسبيه. العلم ودي مهمه جدا جدا، وحضراتكم طبعا هتطمنوا وتحسوا كده المشايخ اتكفت عدني زمان، وده كان مقصود، كان قصد مش كلام بقى، كان الفهم ده مقصود. كل ايات العلم والذكر كان المشايخ او زملائنا في الغالب العام، كل ايات اللي جت في شان علم العلماء كان يقول لك احنا، خلي بالك، فاسالوا اهل الذكر يقول لك احنا، اقعد انت مالكش دعوه، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، لك شفت اهو احنا العلم، انما يخشى الله من عباده العلماء احنا، طب والباقيين دول احنا العلم. فكان حقيقي جت فتره ساده في المجتمع، وكان في الخطب لما يتكلم الخطيب وبيخطب كل الايات والاحاديث اللي جت في العلم على المشايخ خريجين الكليات الشرعيه، والباقيين لا احنا العلم. قلت لهم تعالوا نقول القران، انا استفدت كثيرا من دراسه اللغه. قبل الف اسالوا اهل الذكر، ما قالش اسالوا اهل، لو عايز يقول اسالوا اهل الفقه، ولا قال اسالوا اهل التفسير ولا اهل الشريعه، فاسالوا اهل الذكر. اهل الذكر تعني اهل الاختصاص، تسال الطبيب في الطب، والمهندس في الهندسه، والصيدلي في الصيدله، والكل واحد، والفقيه في الفقه، والمفسر في التفسير. طيب يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، كان ربنا ممكن يقول والذين اوتوا العلم الشرعي، لكن اوتوا العلم مطلق العلم. النبي لما قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، احنا كنا فاهمينها تروح المعهد الازهر، هو ده طريق الايه؟ الازهر جميل، واحنا كلنا وبنفخر وننتمي ونشرف، لكن هو علم مش ازهر لوحده، ولا الوقف لوحدها، ولا العلم الديني لوحده. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، واللغه العربيه قالت لنا انك تفيد العموم، الشمول والعموم، علما، كل علم ينفع الناس. طيب الآية بقى اللي الناس كلها كانت فاهمانها وتقعد، إنما يخشى الله من عباد العلماء اللي بيخطبوا ويعظوا. كان إيه؟ قال لك إحنا. طيب الآية دي لم تأتي في سياق فتوى شرعية ولا حديث عن الفقه، وإنما جاءت في سياق الحديث الآيات الكونية، اللي هي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباد العلماء. ده عايز اقول لك الناس اللي عايشين في الكون وبيتدبروا ويتاملوا هم دول، لان بيشوف من ايات الله الكبرى في الكون، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ده بيشوف من الايات الكونيه ما لا، ده اشد خشيه لله، لانه راى من ايات الله ما يرسخ يقينه في قدرة الله. يبقى اذا طيب عارف ده كان مقصود لحاجتين، ان الامه تتخلف، ان الامه تروح كلها في حته واحده، تسيب العلوم التطبيقيه. وانتوا عارفين جت فتره كده في الثمانينات والتسعينات كان في بعض الاولاد المنتمين الى بعض الجماعات التي لا تفهم عن الدين شيئا، الطالب كنت تلاقيه في كليه طب وهندسه وصيدله، ويجي قاعد قدام جامع يبيع شويه سواك وشويه ريحه وكتيبات، والدنيا ملعونه، ويقول لك الدنيا ويجيب لك كلام ما انزل الله به من سلطان. فكان مقصود تغييب الامه عن الاخذ باسباب التقدم والرقي والحضاره، فيقول لك العلم هو هنا، عايز تبقى بتاع ربنا روح العلم الديني بس. طب والعلوم الثانيه يا عم دي بقى اصحاب الله بقى يتولاهم. لا، كل ايات العلم جاءت في مطلق العلم وليس في العلم. والجنه زي ما قلنا قبل كده في اكثر من حديث، الناس فاهمه احيانا برضه في افكار خطا، يا عم واحنا ما دخلناش الجنه مين اللي هيخش؟ حد هيخش الجنه باسمه؟ لم يدخل الجنه احد باسمه ولا بشهاده التخرج، اللي معاه لصنص اصول الدين داخل الجنه، واللي معاه لصنص صيدله ربنا يتولاه، لا بالاسم ولا بالشهاده
ولا بالوظيفه. يقول لك خلي بالك، ده خلي بالك زي ما ربنا اكرم اهل العلم الشرعي، من يخطئ حسابه اشد. زي الحرم، الصلاه فيه ب 100,000 ركعه في الحرم المهدي مسجد الحرام، لكن ومن يرد فيه الحاد الظلم نزقه من عذاب اليم. خد بالك انت ليس من علم كمن لم يعلم. فالقصه كان الهدف ان تغيب الامه عن الواقع العملي والواقع التطبيقي والحياتي، فتبقى تعيش. وبنا قلنا ايات النفير، كانت الناس تسمع النفير يعني الحرب. فلولا يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض. طيب الايه بقى الثانيه، وما كان المؤمنون لينفروا كافه. ايوه ما كانوا لينفروا كافه في الحرب واحد كلهم. طب الجيش كله يطلع يحارب، طب ومين اللي هيصنع؟ ده الجيش ده محتاج، عشان الجيش يصمد على الجبهه محتاج جيش داخلي يعمل في الحياه المدنيه ليوفر للجيش ما يحتاج اليه من سلاح وعتاد وطعام. ولا يمكن للجيش ان يصمد لاي جيش ما لم يكن وراءه شعب قوي يحتضنه ويوفر له. قال لك طب انت عندك في فئه النفير بقى في القوات المسلحه والشرطه، وبقى اصبحت تخصصات وما كان، يبقى مش كلنا هنطلع بقى، يبقى في فرقه دي بتوع النفير، بتوع اللي هم الدفاع عن الوطن، وهم اللي هو وذاك قلنا ان الجهاد يعلنه ولي الايه؟ يعلنه ولي الامر. ولا بد لكل جيش وطني من شعب وطني، يعني الشعب ابن الجيش، الجيش عفوا الجيش ابن الشعب. فانت انت بقى دورك ان كل واحد يبقى جندي في حتته، الطبيب جندي في مكانه، والمعلم جندي في مكانه، والصانع كل واحد يبقى جندي، يبقى دوله متكامله. طب لو انت طلعت دوله بالكامل كلها جيش، طب مين اللي هيخدم على ما يحتاج الى هذا الجيش من سلاح وعتاد واعداد ومال؟ لابد دي منظومه بناء الدول. عشان كده بيقول الدول دي مش هوايه، والهوايه لما حاولوا يمسكوا راحوا في سكه وكادوا يذهبون بالبلاد الى طريق الضياع لولا فضل الله وستره. فدي ربنا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافه، اي لينفروا كافه القتال. يبقى في مجموعه اللي بقى دلوقتي في القوات الايه؟ المسلحه والشرطه كله بحسب اختصاصه. طب امال الباقي؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، خد بالك من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين. عدد يكفي الدعوه في كل محافظه، يبقى في عدد بيتعلم الدين في كل منطقه في كل بلد، في عدد. فلو طب والباقيين يقعدوا يناموا؟ طب قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. طب دول هيتفقهوا في الدين، باقي الناس مجموعه تتفقه في الطب، ومجموعه في الفيزياء، ومجموعه في الهندسه، ومجموعه في الصيدله، ومجموعه في الخدمات، حتى تستقر الحياه. ولذلك حاولوا شوف على هذا، فقس ما وقعنا فيه من افهام مغلوطه وللاسف الشديد ترسخت عبر مش عقود قرون. يعني خلينا لا نغلط انفسنا، يعني على قرون طويله والناس فاهمه ان العلم في العلم الشرعي وحده والباقي قصه تانية، فاهمه ان نظام لا تفرق، يعني مساله كل عصور التخلف اشتغلت على شيطنة الأنظمة الحاكمة وخطاب القطيعة بين الشعب. وكتير من الناس بص أنا ما بحبش أجامل، ولا ما بحبش يعني مش أجامل، ما بحبش أنافق. كأن كلمة الحق أيضا أصبحت إيه؟ نفاق. هي خط واضح، ما حدش قال لك نافق، بس أعطي كل ذي حق إيه؟ والإنصاف والحق ليس نفاقا. وأنا أظن يمكن أنتوا أكتر ناس في الميدان بعضكم بيبقى عنده قضية حق. خلينا نكشف أنفسنا، موضوع هو مؤمن بيه ومتحرج يكتبه، يقول لك والله اصل انا كتبته ويبقى ده خلاص بقى تبع الدوله، بقى تبع النظام واستقطب، وده من ويقول عليه منافق. هو خايف يقول الحق ليتقال عليه منافق. انت اذا جالك الحق وجب عليك شرعا ان تقوله بغض النظر اذا كنت فعلا احنا اصحاب قضيه حقيقيه، لان الاثنين انك انت تنافق غلط
وانك تخاف تقول الحق نفس الايه؟ نفس الخطأ، لان العدل ان تقول لمن احسن احسنت ولمن اساء اسأت، وبهذا تهدم الدول. فالحقيقة اصبح في سواء في مجالات التدريب او التثقيف لا نعمل الا على هذه القضايا. وانا شخصيا سعيد جدا بما انتجته وزارة الاوقاف خلال السنوات من نتاج علمي نسأل الله ان يتقبلها. وحاولنا ان نحرك، بالمناسبة هذه نقطة البداية والانطلاق، ولم تكن نقطة ما الامر اكبر من كده. انا كنت بتكلم مع حد من وكلاء الوزارة، خلي بالك اوعى تفكر احنا خلصنا او هنخلص سواء داخل الموقع او خارجه. سيدنا نوح عاش 1000 سنة الا 50، وما امن معه الا قليل. القضية طويلة، الخطاب الثقافي والخطاب الديني والخطاب التثقيفي قضية تحتاج الى نفس جد طويل واخلاص النية لله عز وجل. لكن الحقيقة احنا المشروع اللي عندنا انا سعيد بيه، ويعني ومطمئن ان احنا اهم من الكتب واهم من المؤتمرات اهم من ده، ان احنا قدرنا نؤهل مجموعة من الشباب قادة على مواصلة المسيرة واكمالها. وده المكسب الاكبر، مش المكسب انك طلعت 5 كتب وخلاص ونمت وحطيت، لا، الهدف ان احنا كوننا مدرسة فكرية في الاوقاف اصبحت على قناعة بهذا الخط وتتبناه. واقول لكم على حاجة، والله وانا مطمن وما يعرفوش يرجعوا عنه تاني. يعني لو حبيت ترجعهم ما يعرفش يرجع، لانه خلاص بقى بص بقى مؤمن بهذا الامر. الحمد لله احنا بنشتغل، ودايما والحاجة الاهم التانية ان هذا الصدى ده يقينا يعني صدى المدرسة او مدرسة وزارة الاوقاف المصرية الفكرية تجاوزت دور الداخل واصبحت موضع احترام وتقدير في معظم دول العالم او في كل الدول التي تتعامل معنا وتؤمن ايمانا كبيرا بهذا المنهج. وبنلمس ده في كل مشاركاتنا الدولية وكل لقاءاتنا، ان هذا المنهج موضع تقدير دولي كبير. ان شاء الله باخر البداية. احيانا انت ممكن تتعب وما توفقش لقاء. واحد في مرة اقول لكم دي حتة عشان جينا كلنا، لان احيانا انا كده عند بعضنا ايه تعالى، كل واحد ده كان اللي مظبط الكون، ده كون ربنا هو اللي بيظبطه. في واحد مرة كده من اكتر من ربما اكثر من 20 سنة وكنا بنتحاور، قال لي تعالى نسأل انفسنا عدة اسئلة. هل نحن اذكى الناس؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال. والله اللي شايف نفسه اذكى الناس هو بيضحك على نفسه. يعني ممكن تبقى انت ذكي جيد بس اذكى الناس، اعمل حصي بقى. كل واحد فينا عنده نسبة ذكاء في آلاف أذكى منه، أو لو افترض أنه أذكى واحد في العالم في آلاف زيه. لكن زيه هو أنت مين قال لك إن أنا حد يقدر يقول على نفسه بالله عليكم أنا أذكى رجل في العالم؟ ما أظنش حد يقدر يقول ده. يبقى إذا في أذكى منك بكتير. قال طيب هل نقدر نقول نحن أعلم الناس؟ ده سيدنا موسى مع الخضر، وانتوا عارفين قصته. يعني قال له طب روح اتعلم يا موسى مع الخضر وشوف انت القصه. يبقى لا تقدر تقول انك لا انا اذكى الناس ولا احنا اعلم الناس. قال لي طيب نقدر نقول ان احنا اخلص الناس واتقى الناس لله؟ حد يقدر يقول انا اتقى الناس؟ يبقى غلطان. في ناس اتقى، في ناس ممكن مش متعلمين خالص ولا مثقفين، وايمانه واخلاصه قد وقدك 100 مره. قال طب نقول هل نحن اعبد الناس؟ هل انت اكثر الناس صلاه وصياما وحجا وقاعد؟ قال لا. قال طب تعالى بقى، نحن لسنا لا اتقى الناس ولا اعلم الناس ولا اخلص الناس
ولعب، لكن ربنا اكرمنا. يبقى ده محض فضل ومحض توفيق. صحيح الاخذ بالاسباب توفيق، ما انت ربنا يوفقك تاخد بالاسباب، ما ممكن ربنا ما يوفقكش، لا يوفقك الاسباب اصلا، لكن كن يوفقك الاسباب ويكرمك بالنتائج، ده فضلان وليس فضلا ايه واحدا. فكونك ممكن تتعب وما تلاقيش، او العطاء ممكن ما تجيش، مفيش توفيق. يؤتى بالنبي ومعه الأمة، والنبي ومعه اللات، والنبي ومعه رجل أو رجلان، والنبي وليس واحد. أنت مش نبي، ده فضل ربنا بقى يؤتيه من يشاء. فأنت ممكن تبذل ولا تجد الثمرة، وممكن لا تجد الثمرة في حياتك. يعني أنت ممكن تلاقي ناس كتير جدا ثمرة عمله ما تبانش إلا بعد موته، والناس تقول لك تعالى بقى اكتشفنا فلان بعد ما مات. لكن كن ربنا يريك بعض العلامات والثمرات لجهدك وعملك، هذا فضل جديد يحتاج الى شكر. الحمد لله احنا فضل ربنا نطمئن ان في بشريات اننا نسير في ذلك على الطريق الصحيح. بكره ان شاء الله غدا لو حد في حضراتكم يسعدنا اهلا وسهلا، هيبقى مع الاستاذ احمد زعفر يقول اللي هيجي بس عشان نعمل لأول مرة. احنا بدأنا بهذه الأفكار نخرج زي ما قلنا من خارجنا من المسجد للكتاتيب والمدرسة العلمية إلى نطاق أوسع. فغدا لأول مرة سيعقد لقاء يجمع قيادات الأوقاف في جميع محافظات مصر على مستوى الجمهورية 27 محافظة، ومعهم قيادات التربية والتعليم في 27 محافظة، ومعهم قيادات وزارة الثقافة في 27 محافظة، ومعهم قيادات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة في، وعاملين نظام الجلسات. القعدة مش اوتوماتيه، لا ده كل شيء بقى الحمد لله بيدرس كويس. هنيجي قاعدين محافظه القاهره، الاوقاف والشباب والرياضه والثقافه والتربيه والتعليم جنب بعض، جنبيهم الجيزه، كل محافظه. والهدف من اللقاء ان يتم التواصل والتعارف وجلسه مشتركه، يبقى كل محافظه اتعرفوا على بعض اكتر، خدوا تليفونات بعض، اخذوا توجيه. لان انا لا املك ان ادعو اي قياده من اي وزاره اخرى، وانما تم التنسيق مع معالي وزير التربيه والتعليم، وهو الذي وجه الخطاب لمديريات التربيه والتعليم، وتم التنسيق مع وزيرة الثقافه وهي التي وجهت الخطاب لممثلي وزاره الثقافه، ومع وزير الشباب والرياضه، وكان التواصل مباشر وبخطابات رسميه. وأصبح هناك لجنة دائمة تعمل على لجنة مركزية تضم ممثلين على مستوى رؤساء القطاعات لوزارة الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم، لنعمل معا في إطار هذا الخط الفكري التنويري المستنير معا. وبإذن الله مجموعة الكتب الفكرية خلال أيام هتكون على موقع وزارة التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة وعلى بنك المعرفة، وهناك تفاصيل أكثر تقدما من ذلك بكثير، لكننا سنتحدث عنها عندما تتحول إلى برنامج تطبيقي. وربما لأول مرة يحدث هذا التمازج وهذا التقارب. انتوا عارفين كان أحيانا يبقى الجانب المثقفين يعملوا في ناحية والعلماء الدين يعملوا في ناحية، إنما لما نعمل الآن معا. وبالمناسبة وأنا يعني على الأقل فيما ألمسه بحضر معايا، تجاوزنا قضية اجتماعات شكلية أو تنسلع، قد أصبح لدى الجميع قناعة
ان احنا يجب ان نعمل معا وان نتقارب اكثر وان احنا نتعاون اكثر. واليوم ايضا انا بعد خطاب، احنا معانا منسق دائم للهيئه الوطنيه للاعلام، لكن انا في خطاب للاستاذ حسين زين ايضا ان شاء الله، ليكون هناك منسق للهيئه الوطنيه للاعلام ثابت مع هذه اللجنه، لان ان شاء الله لو تم ما اعتمدناه في محضر الاجتماع الماضي سيكون نقله نوعيه في فهم تحديات المعاصره وفهم الواقع والتعامل معه. وايضا مما يتصل بموضوعنا في الكتاب ان شاء الله، صدر يعني النهارده تقريبا او يوم الاثنين هيكون متاح ورقيا وفتحنا الكترونيا، هويتنا الواقعه في زمن العولمه. والهيئه ايضا انا بختم بالشكر كل الحاضرين، لان ده برضه ما كان ليمكن ان نفعله وحدنا، وانا متاكد وما احبش اقول اسماء عشان ما حدش يقول احنا بنجامل حد، معظم الحاضرين هم على نفس الخط من القناعه وبيعملوا لصالح بلدهم بلا خوف، واللي مقتنعين بيه بيقولوه. وانا دايما انظر بعين الايجابيه، الحقيقه انا بلمس تغير كبير جدا في الساحه الفكريه المصريه والتحول. يعني جت فتره كان الاتجاه يعني ناس كتير جدا ضد خط الدوله وبناء الدوله، جت فتره تانية عارف فتره الحياد، يا عم انا بص انا بعيد. عجبني واحد من صدى سيد التحرير، مش هقول برضه اسماء عشان محدش يقول احنا بنقول لحد معين، كتب كده مقال وانا عجبني حقيقي، قال فيه الحياد مع الوطن خيانه، الحياد مع قضاء الوطن خيانه. يعني انت ما ينفعش تبقى وطنك بيتعرض لمخاطر وانت واقف تتفرج وتقول لي انا على الحياد، ده انت كده كانك بتقول للمفسدين ضيعوا البلد. فقضاء الوطن، الحياد مع قضاء الوطن خيانه. الشجاعه خد بالك يا راجل، اذا كانت الناس بعضهم بيظهر شجاعه في الجانب الخاطئ، انت مكسوف تظهر شجاعتك في الجانب الصح. اذا كان بعض الناس عنده شجاعه في الباطل، عارف واحد لما جاء كده زمان قال ايه؟ قال الذين اذا كان اهل الباطل يستميتون في الدفاع عن باطلهم وهم مأجون وعملاء وما بيتكسفوش، انت مكسوف من الحق. اذا كان بيقول لك صاحب الباطل مش مكسوف من بطله، انت تتكسف من الحق. المهم ما يملي عليه ضميرك الديني والوطني والانساني. لكن اللي بنأكد ان قضاء الدولة ما ينفعش نقف نتفرج ونسيب الخونة والعملاء والمأجورين والمستعملين واللي بيقبضوا من بره واللي مستخدمين واصحاب النفوس الضعيفة واتباع والخلايا النائمة للجماعات المتطرفة تضرب في الدولة لإسقاطها، واحنا واقفين نتفرج عليهم ونقول والله يعني بس احنا مش معاهم. لا، ما يكفيش انك تبقى مش معاهم، يحتم ان تكون ان تقف في وجه اهل الفساد والافساد. ويمكن انا كنت قايل في اخر كلمه يجب ان تكون يد الدوله قويه في مواجهه الخونه والعملاء والمأجورين. يد الدولة ليست في القوى العسكرية فقط أو القوى الأمنية فقط، الدولة تحتاج إلى غطاء عشان تحقق قوتها إلى ناس إعلاميين ومفكرين وأدباء على مستوى المسؤولية في التوعية، بحيث لما الدولة تاخد موقف ضد العملاء يبقى الرأي العام والرأي الشعبي عارف إن دول لابد إن ما ينفعش معاهم إلا الحسم. فخلق مناخ رافض للتطرف
ورافض لإسقاط الدولة، ورافض للتطاول على رموز الدولة والتطاول على مؤسساتها وعلى تشويهها بغير حق، ده مهمة كل مخلص وطني. أنا أسقطت على حضراتكم، لكن هناخد حاضر هناخد 10 دقايق على الأكثر أسئلة، إن شاء الله بعد ما نخلص هنبقى مع السادة أعضاء لجنة الإعلام والسادة مراسلو الوزارة في الصحف أو الإعلام، هنقعد نص ساعة على الأكثر نضع خطة التغطية المشتركة ونقول لكم الفعاليات بتسير إزاي، وإن شاء الله لأن في النهاية زي ما أنا قلت في مشروع صكوك الأضاحي ده مشروع الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف، أيضا ده مؤتمر الدولة، أنا بقول كلام واضح، ده مؤتمر الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف، فمش مؤتمرنا واحد، مؤتمرنا كلنا، خلي بالكم ليه؟ صورة مصر ووضعها المتميز والريادي يجب أننا جميعا نتعاون على إبرازه خلال هذا المؤتمر. ده مش مؤتمر وزارة الأوقاف، حقيقة كان الكلام هي وزارة مين؟ الوزارة هي ممثل الدولة في هذا المجال، والمؤتمر مؤتمر الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وكل واحد منا بقى دور الوطني حتم عليه يعمل ايه ويقدر يعمل ايه، وهدفنا جميعا إبراز الصورة الحضارية لمصر. احنا في ايام المؤتمر ده دورنا، بعد المؤتمر ما يخلص والضيوف يغادروا انتوا حاضرين قطعونا نقد زي ما انتوا ايه زي ما انتوا عايزين، واحنا بنتقبل النقد الموضوعي. ايوه سعيد اتفضل. أنا هجاوب فقط على النقطة دلوقتي الخاصة بالمؤتمر، وهجاوب بس على الأسئلة اللي تتصل بالمؤتمر عشان نركز في موضوعنا، ومن هنا خير نهاية المؤتمر لن نتحدث إلا في هذه الجزئية مع المتابعة الإدارية من مسؤول الوزارة لكل عملها. الحقيقة أرجو وآمل أن يكون الرؤية صارت أكثر وضوحاً، وزي ما قلت إيصال المصلحة العامة. أي متابع الآن أي متابع يدرك أن العلاقة مع فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف في هذا التوقيت في أفضل أحوالها ربما التاريخية، وإن احنا بنعمل معا، وطبعا فضيلة الإمام زي ما قال دائما أستاذي وشيخي والأزهر والمظلة الأكبر التي نشرف أن نكون تحتها جميعا، لكن كم التعاون والتنسيق في كل المجالات يعني لا ينكره إلا حد تاني عايز حاجة تانية. وأنا كنت أتمنى، يمكن الشيخ جابر كان معايا الصبح وكان في قفلة وإحنا قاعدين جوه، في قفلة كانت في العشر من رمضان، قفلة كبيرة جدا بتاع الأزهر والأوقاف، فالشيخ جابر بيقول أنا قعدت أشرح لهم العلاقة بين الأزهر والأوقاف، قلت له الثابت لا يحتاج إلى تدليل والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، لكن أنت من غير تأكد المؤكد كأنك عندك تهم عايز تنفيها. لا والله إحنا كنا يعني كأنك، لا قلت له أرجو ألا تتحدث في هذا الموضوع نهائيا في أي قافلة، ودي مرحلة
تجاوزناها لان كثره الكلام ليست مطلبا على الاطلاق. احنا اظن لما بتطلع القفله المشتركه دلوقتي اسبوع من مشيخه الازهر من قلب المشيخه واسبوع من قلب الوزاره بعلماء الازهر جامعا وجامعه ومجمع وبالاوقاف اظن يعني ده امر شديد الوضوح. كم التعاون والتنسيق لا يحتاج الى كلام. ان شاء الله فضيلة الامام اناب لانه على سفر في هذه المرحلة سيكون كان عنده ارتباط مسبق خارج البلاد على سفر واناب امين عام مجمع البحوث ليؤدي كلمة الازهر وهو زميل عزيز واهلا به وفضيلة الامام اناب امين عام مجمع البحوث في خطاب انا اشرف به وبالصيغة التي كتبت به وبالتقدير الذي لقيناه من فضيلة الامام الاكبر وكان حريصا على ان يحضر لكن ايضا له ترتيباته على سفر واناب امين عام مجمع البحوث سيكون ممثلا وله كلمة الازهر في الجلسة الافتتاحية ونسعد بهذا. وانا ارجو عم سعيد يبقى الكلام ده الملف ليك ولزملائك اسمعني وانت عارف ومتابع جيد وتدرك ان احنا في افضل وارجو ده يبقى العنوان الاساسي احنا في افضل احوال العلاقة مع جميع المؤسسات الدينية المصرية كلنا الازهر والاوقاف والافتاء في افضل واعلى درجات التعاون والتنسيق فيما بيننا وبتقدير متبادل وباحترام كبير لفضيلة الامام الاكبر وتقدير لمكانه. انما الامر ده خلاص القصة دي ارجو ان احنا محدش تجاوزنا. في ناخد سؤالين كم تذكر. انت جيت من اول اللقاء ولا في اخره؟ لو من اوله يبقى هتقول السؤال صح، لو جيت في اخره يبقى ممكن السؤال ما يطلعش صح. لو من الاول مش هتجاوب ليه خد بالك. المؤتمر اللي فات كان عن بناء الشخصية. ده تحول الى برامج عمل. وطلع كتاب بناء الشخصية. ودخل في بوتقة التكوين الفكري. وهناك اخبار تتعلق بعمل هذا المؤتمر بصدق. الدكتور ايمن ابو عمر فين؟ ايمن قال هذا بس في حاجات مش هينفع نقولها لما تتنفذ ابدا. ولا حد ايمن لو قطعته مش هقول لك كلمه. بس قال هذا ما لم نكن نحلم به. قال هذا ما لم نكن نحلم به في نتائج المؤتمرات والابحاث. ان شاء الله نؤمل ان السنه دي نقدر نعلن والناس تشوف ايه اللي حصل في هذا النتاج، لكن في خطوات الكلام فيها قبل تحويلها الى واقع لا احنا بنكمل شغلنا، لان ده خد بالك في واحد يقول هنعمل فكل شويه تقول له هتعمله امتى؟ احنا بفضل ربنا بنقول عملنا. الكتاب الطبع تحول الى برامج تدريبيه لكن هناك خطوات فوق ما كنا نحلم به ولا حتى نخطط لها. شوف اقول لك على حاجه، يعني في نقاط تجي لك كده فضل ربنا فوق تخطيطك البشري، هي ربنا يسوقها اليك. ف
وده اللي قلته ان المؤتمرات كونت جيلا مختلفا وليست لمؤتمرات. خد بالك الثقافه دي حته جنب حته جنب ما بتتشافش. مؤتمر جنب ندوه جنب كتاب جنب دوره القصه بتكمل بناء. انما انا دايما اقول الثقافه زي ما قلت لكم كالطفل والنبات نموها غير ملحوظ. الطفل ينمو لكن لو امه كل يوم تقول لي واد كبر ما هو من امبارح للنهارده الواد. لو كل يوم تلاحظ نمو الطفل بين الامثل الراجل اللي بيزرع بتاع الزرع الشاميه دي لو قعد جنب الغيط كده يبص عليه وهي بتطول عمره ما هيلحظ بالعين المجرده ان النبات بيكبر. الراجل قاعد كده جنب انت هو بينمو. النبات بينمو نمو بالثانيه يعني مش بيجي فجاه كده تبقى 5 سم وتلاقي 30. لكن قعد الراجل صاحب الغيط كده جنب البتاع ده مش بتكبر طول عمره ما يشوف. لا يستحيل بالعين المجرده ان يشوف النبات واحد زرع نخله. اقعد جنب اطلع جنب النخله كده قصيره وشوف هي بتطول مش لا يمكن طاقه طولها انها بتطول. لكن غيب عنها سنه الولد الام الولد او ابوه يقول لك فجاه هو مش واخد باله يا اخي العيال كبرت فجاه سافر سنه وتعالى او سنتين شوف ولاد اختك ولاد اخوك كبر لكن ابوه. فالثقافه كالطفل والنبات هتقعد تقول الحته دي خدنا منها ايه والحته دي خد مش هتشوفها بالعين المجرده لكن بالبصيره وبمعنى لا بقى الله ده الناس دي مستوى اتغير. هو اتغير ايه؟ بما لم تلحظه انت. اخر سؤال استاذ وليد. نص ليك نص ليك ونص الاستاذ مهدي عشان ما يزعلش. اسم السؤال عن نصين. كابوس خدويت عشان ما يحسدوكش قول خلاص قول الوعظات وخلاص بعد كده هتتحسد. من السادة الزميلات ماشي ليه؟ لأن هم سألوني عن منظومة الوعظات إلا أنهم قالوا على سيادتك الوزير المجدد وبدأوا بالفعل في تنفيذ منظومة الوعظات هذا العام وبدأوا بها بالفعل في المملكة العربية السعودية. لكن أين دور المرأة في هذا المؤتمر؟ ضمن ملاء الدول وهل سيكون لهم بالفعل جلسات معينة لمناقشتها في هذا المؤتمر؟ الحقيقة احنا كان الهدف من الوعظات ان يكون كما قلنا مع السيدات. لكن انا فوجئت بان الناس فاتحين لهم المؤتمرات المفتوحه واللي حاضرين من الرجال اكتر من اللي حاضرين من السيدات. وطبعا مع تقديرنا للدور اللي قام بيه الساده العلماء والائمه الا ان الزهاره لفتت الايه؟ النظر. إنها جديدة وقوية. حتى إني أحد رؤساء البعثات قال يقول لك إيه؟ إحنا السنة الجاية عايزينهم كلهم عظات. لا لأنه فعلاً أدينا أداءً متميزاً إن شاء الله. إحنا عندنا جلسة خاصة كالعام الماضي للوعظات عن دور المرأة في الحفاظ على بناء الدولة. استاذ مهدي اخر نقطه النص الثاني بقى بتاع وليد. وليد انا بشكر حضرتك وبحييك وبحيي وزاره الاوقاف وبحيي المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه على اختيار عنوان المؤتمر. واتصور ان فقه بناء الدوله في ظل التحديات الراهنه وما تعانيه دولنا العربيه في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن تبدو اهميه الدوله الوطنيه. وحضرتك تفضلت وقلت ان الدين لا يقام الا في دوله امنه مستقره قويه. ما هي الرساله التي تنطلق من هذا المؤتمر وتخرج من ارض الكنانه الى المتربصين اقليميا ويوميا بدولنا الوطنيه؟ وشكرا. ماشي سمعتيش. هو في نقطه هقولها لكم برضه من المفاهيم التي يجب ان تتسع. أظن دايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله كان دايما يقول جملة مهمة أوي. دي مناط كان يقول بفضل
شأن كبير. أيضا إحنا إن شاء الله من اللي إحنا بنعد ليه إن شاء الله ونؤمل إن ربنا يوفقنا ويطلع كما نحب. عندنا إحنا دايما بنطلع بوثيقة غالبا في كل مؤتمر. والوثيقة ممكن أسأل لك عملتوا إيه بالوثيقة؟ أول حاجة الوثيقة دي رسالة. يعني أنت لما بتقول وثيقة هي في الأصل رسالة. وبعض هذه الوثائق حولت إلى كتب وإلى برامج أيضا تدريبية. فلما بتقول وثيقة أنت بتاخد محور أو لقطة، لقطة من لقطات المؤتمر تعمل عليها بلغاتكم الإعلامية صبوت عالي كأنك بتقول خد بالك من النقطة دي. فالوثيقة هي رسالة. احنا بنؤمل ان شاء الله ان نعمل منجز جيد. وثيقة المواطنة، وثيقة المواطنة. في ناس فاهمة وظن ده فهم شائع وسائد انك لما تقول المواطنة، مواطنة الذهن بينطلق لإيه في ذهنكم؟ في الغالب الأعم إلى العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. هي يعني مفهوم المواطنة في كثير من الناس تقول مواطنة يبقى التعايش بين المسلمين وغير إيه؟ المسلمين. هل هو ده المفهوم المواطنة الشاملة؟ إطلاقا. ده محور مهم جدا. بس ده جزء من الأجزاء. المواطنة أعمق من ذلك بكثير. طيب خلي بالك أنت بتقول مفهوم المواطنة ده لو بلد فيها مسلمين وغير إيه؟ مسلمين. طيب لو بلد كلها مسلمين يبقى مفيش فيها مواطنة؟ ما هو لو أنت فسرت مفهوم المواطنة بأن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، طيب البلد لو بلد مسلمينها 100% أو مسيحيين 100% أو أيا كان ديانة واحدة يبقى تقول دي خلاص بقى ما ينطبق. يبقى الوثيقة مفهوم المواطنة هو الحقوق المتبادلة بكل ما تعنيه كلمة الحقوق المتبادلة. بمعنى العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ده محور من محاور المواطنة. حقوق المرأة محور من محاور المواطنة. ما هو وانت ممكن يبقى فيه تمييز بين المسلمين وغير المسلمين يؤدي إلى خلل في بناء الدولة. ممكن يبقى فيه تمييز وقهر للمرأة فيضعف ولائها لبلدها. يبقى دي محور العلاقة بين الرجل والمرأة. العلاقات الاجتماعية في احترام الكبير وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. لما الشريحة دي تهمل خلل في جسم المواطنة. انك تاخد حقك وما تديش حق الدولة ده خلل في مفهوم المواطنة. انك تحاول تاخد اكتر من حقك متجاوز حقوق الآخرين ده خلل في مفهوم المواطنة. فمفهوم المواطنة أعمق من إنك تاخده في زاوية واحدة متجاهلا باقي الزوايا. وإنما المواطنة أن كل واحد من أبناء الوطن يشعر بذاته ويؤدي الذي عليه. يبقى كل واحد واخد حقه ومؤدي واجبه. يبقى تاخد حقك وتأدي اللي عليك. العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. مفهوم المواطنة حق الفقراء على الأغنياء. التكافل الاجتماعي ده حق من حقوق الإيه؟ المواطنة. إذا المواطنة ما تاخدهاش في حتة واحدة وتبقى تقول لي قضية مواطنة يا عم خلاص الموضوع ده استهلك. لا. موضوع المواطنة وتأصيل الانتماء الوطني أوسع منك تاخده في إيه؟ في زاوية واحدة. ودي تقريبا هتبقى جزء من أهم رسائل المؤتمر. نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم.